برشا حاجات رائعة الحقيقة. تعديت 2020 و2021 للأسف في الكورونا وكل. حتى في الكورونا أنت حاضرة في تونس، الجسد في مصر وأنت حاضرة في تونس، تتابع في أخبار تونس، واقفة مع تونس، بدعم مادي ومعنوي بكسوة بالإمكانيات، وأنت كنت أول واحدة شاركت في التليتون، وأيضا بعد تونس اللي كانوا عالقين في مصر أنت تكفلت بكل شيء، تلهيت بيهم السكنة وكل. نعرفك ما تحبش تحكي فيه هذا، ولكن ما يسالش أنا للأمانة يلزمني نذكر ونقول عافية. هذه ما يسمى زي مني اي تونسي برشا توينس عملوا هكيك، خاطر لازمنا نخفوا بعضنا، لازمنا نحبوا بعضنا، نخافوا على بلادنا، على سمعة بلادنا، على سمعة ولادنا الناسين اللي عايشين البرا، لازمنا كلنا نخفوا معاهم داكوردو. اسماء اتصلت بيا السيدة الوزيرة مشكورة دكتورة حياة، وقالت لي تحبك تكون معنا في المهرجان. قلت لها انا يشرفني، واللي انت تحطه يا سيدة الوزيرة الكاشي انا موافقة. طيب انا ما حسيت بفلوس، نعرف ظروف بلادنا وهذا اتصال موثق يعني مع السيدة الوزيرة. قلت لها نعرف ظروف بلادنا ونعرف الامكانيات كيفاش، ما عندي حتى مشكلة. قلت لي شكرا فيك وكذا، وتوي اتصل بيك سيد مدير مهرجان قطر. اتصل بي السيد المدير، قلت له اوكي ما عندي حتى مشكلة داكور. قال لي بيه تو نرجع لك، رجع لي بعدها بجمعتين قال لي نهار 18. قلت له هذيك تزيق، انا كان عندي امل وطموح، فما شو هكا عالمي حبيت نعمله. وقلت لهم ما تكلفوا حتى شيء، الشو هذايا انا باش نجيبه، نحب نعمل ستيب اخرى لبلادي وليا انا. داكور. واعطيني التكنيكال رايدر كها، واعطيني الحاجات التقنيه اثنيه يعني باش نعطيها للجروب اللي عملوا عرض عالمي السعوديه، حبيتهم يكونوا معايا يعني. مهم. وهذوما الناس انا خدمت معاهم في ستار اكاديمي، وخدمت معاهم في برشا عروض في البلدان العربيه. يعني هذوما كنت انت باش تتكفل بيهم لطيفه؟ كنت انا ومعايا ديسبونسور. داكور. مش المهرجان يعني. المهرجان قال لي به سي ناصر قرويش مشى وقدم الدوسي. قلت له اوكي جاك سي ناصر، قال لي ليه راهو سي ناصر جاب لنا الدوسي هذا بالحرف، انا نحكي خاطر انا ما كنتش حابه نحكي، لكن مادام انت جبت حكيت الوغ يلزمني نحكي، خاطر برشا ناس طلبوا مني نفسر الحكايه. بالضبط. سي فرجاني سيسا، اي سي فرجاني اللي هو الواحد، مشى له سي ناصر قدم له دوسي، قال لي ليه راهو جاني دوسي ما احنا رفضناه، هذا سي فرجاني من ناصر درويشي خاطر ما فيهوش توضيح. قلت له والله كيما تشوف عموما المهم. يعني ما رجعولكش حتى لو كان ما فيهوش توضيح، ما هو المفروض يرجع لك يقول لك زيدني ما فهمتش وضح لي. انا حبيت نعمل ستاب لينا كتونس كمهرجان قرطاج، نعمل عرض حلو مدخم جديد ليا انا حتى في مسيرتي، حبيت نعمله في حتى بلاد، قلت نبدا في تونس في بلادي. بعدها سي ناصر قرويشي مشى، كلمتني السيده الوزيره متأسفة على هاللجنة اللي شادة كرتاج ما نعرف شكونهم. المهم للأسف هو خذا كل الدوسي اللي قدمه له سي ناصر اللي فيه الفنانين تويسة، أنا نحبهم ونموت عليهم، زيد غارسة وبلسي نموت عليهم خاطر هما ممثلين الفن بشكل رائع جدا، مسارس كبيرة. إن كان بلسي اللي أنا نحبه ونحب أعماله، وإن كان زياد نفس الشيء، خذاه ذوكا وقال لهم لا لطيفة لا به. قلت لهم يا بات بروبليم ما عندي حتى مشكلة. وبعدت وما ما عودت رجعت ما عودت، انا عمري ما نقول يا جماعه خذوني ولا ما نحب نغني، سي فاموا انا اللي يطلبني يلقاني، عمري ما بصندوق بيبان، اللي حاسوا بيا انا موجوده. يعطيك الصحه لطيفه انك وضحت لنا، خاطر الناس كل تسال شنو اللي صار. كيما يصير في مهرجانات اخرى في بلدان اخرى يتصلوا بيك، نحبك تقول لنا وقت اسمك فاضيه، نحبك تكون معانا، يخليوا لك حتى حريه الاختيار نتاع التاريخ وقبل شنو الفتره اللي انت متفاضيه فيها، معناها يتم التنسيق. اما واحد معناها اما حد يقول لك تو نشوف وتو نرجع لك وتو ندرس ومن بعد يقول للسي ناصر ليه احنا ما حتى حد ما يحبكش تكون موجوده في الدوره بتاعتك. قلت لهم اوكي صافي الجو نخليني لاهيه بالبومي. انا الحقيقه سامفي مالوكور، حاجه توجع لي قلبي برشا برشا، الفنانه التونسيه اسم كبير في تونس وانه يحدث معها هذا الحقيقه، وما حبيش نتكلم فيه الموضوع راهو الا ما ناخذ منك انت كل التفاصيل. ويشهدوا كلهم في ناصر قرويشي السيده الوزيره الكل، هذا الكل مش ماهوش باش ياثر على حبي لبلادي
وحبي الجمهور في تونس. متأكدة أنا. وأنا قلت وعاودت قلت لهم أنا ما نحب حتى فرانك، إذا تحبوا تدفعوا للفرقة يبدأ كثر فيكم مينيموم تدفعوا فرقة تونسية كلها. أي. الأولاد الكل حافظين خدمتهم وهم دفع نصهم هاجروا مساكنوا بمشي لدبي ولا أغلبهم طلعوا. فهمت؟ أنا حنا المشهد الثقافي في تونس محتاج مراجعة، محتاج ثقة أكثر في التوانسة من كل نواحيه، مش فقط الفن الموسيقي، لا الموسيقى، السينما، المسرح، الراب، كل أشكال الموسيقى على جميع المستويات. وي لطيفة، شكرا لك على كل التوضيحات هذه. خاطر معناها لازم مستحيل باش ناخذك انا توا وما نحكيش فيها النقطة هذه، وضحناها حتى الناس تعرف بالضبط شنو اللي صار. ولكن احنا فرحانين اليوم بألبوم جميل متنوع، في التونسي، في العراقي، في المصري، يعني هذه اكثر حاجة نجمو نحتفلوا بها اليوم خير من كل شيء. يا عفيف، أنا فرحانة بنجاح الأغنية التونسية اللي نعملتها واللي طلعت ترند في الخليج، في المشرق، في الشام. وخليني أغني لك منها شيء خاطر عجبتني. ومنك غني منها شوية. غني أغنيتي. غني يا لطيفة. طار طار. غني. وطار طار طار الكيف وما تجيش محبة بالسيف، أنا وأنت مش كيف كيف في الخير تفكرني، حبك كان اصحاب السيف وعدى قبل دخول الصيف، نسأل روحي نحبك كيف تطلع في ساحرني، طار طار وطار طار طار الكيف وما تجيش محبة بالسيف، انا وانت مش كيف كيف في الخير تفكرني، حبك كان اصحاب السيف وعدى قبل دخول الصيف، ونسأل روحي نحبك كيف تطلع في ساحرني، طار 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 الكيف. الله يا لطيفة. ليه من اول ما هبطت التيزر كلمت لطيفة قلت لها هذه غنيتي لطيفة. حبيبتي الف مبروك مرة اخرى، في انتظار وانا نشوفوك في تونس. احنا فرحانين بهالمداخلة على ديوانا فيم. خليلك كلمة الختام لجمهورك في تونس، وباش نخرجوا باغنية طار طار طبعا. يعيشكم ليا وربي يحمي بلادنا في هالظروف الحساسة، يلزمنا الكل نقفوا مع بلادنا، يلزم الناس الكل تشارك في كل تفاعل. وأنا راني ما عندي شغلة منكم، جمهوري في تونس، نغيب نغيب لكن أنا موجودة، لما تونس ناديني تلقاني. شكرا لطيفة العرفيوي على هذه التصريحات الكل، وإن شاء الله بنجاح والتوفيق. هذا الألبوم الجديد ندعوكم باش تدخلوا وتتفرجوا، لأنه فما برشا كليبات راو، وكليبات ما خلطناش باش نحكيوا عليها، وما كتوكي تجي لطيفة لتونس تكون استضافة فيها أكثر تفاصيل. من كليب لكليب، مو كل مرة موندو، كل مرة ستيل، كل مرة جو. ادخلوا ادخلوا تفرجوا في الكليبات، تلقاوهم على شان يوتيوب روتانا.